هنتكلم في فقرتنا دلوقتي عن محصول التوم اللي هو يعد احد اهم المحاصيل الخضريه سواء للتسويق المحلي بغرض الاستهلاك او للتصدير للخارج، فضلا طبعا عن القيمه والاهميه الغذائيه لمحصول التوم او ثمار التوم اللي احنا من خلال الانترو بتاع البرنامج بيكون عندنا فقره او خبر عن التوم وفوائده وازاي كان كمان بيعتمدوا عليه المصريين القدماء في علاج الكثير من الامراض. لكن في هذه الفقره هنتكلم فيها عن الاهميه الاقتصاديه للتوم وازاي ننهض بزراعه التوم في مصر مع ضيفي اللي مشرفني في هذه الفقره دكتور سمير شديد رئيس بحوث محاصيل الخضر. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالساده مزارعي وفلاحي مصر بصفه عامه. اهلا ومزارعي التوم بصفه خاصه. اهلا بحضرتك يا فندم. ايه اخبار زراعه التوم في مصر بقى وكلمنا عن الاهميه الاقتصاديه للتوم بشكل عام. حضرتك طبعا محصول التوم من المحاصيل الهامه جدا. اولا مهم كمحصول تصديري. تمام. حيث يساهم في استقدام أو إدخال عملة صعبة للاقتصاد القومي. تمام. حيث يصدر للعديد من الدول العربية والأوروبية وروسيا. نعم. أيضا محصول مهم كمحصول تابل. حيث يعطي بعض الأطعمة مذاق ونكهة خاصة مميزة. هذه النكهة بتكون مميزة أو محببة للعديد من سواء الأشخاص الكبار أو الصغار. تمام. أيضا محصول التوم محصول مهم كمحصول طبي. نعم. يحتوي التوم على بعض المواد المضادة للبكتيريا سواء السالبة أو الموجبة. أيضا محصول التوم يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والأملاح المعدنية والفيتامينات. تمام. أيضا يعتبر محصول التوم محصول نقدي لمزارعته. الدول بقى اللي احنا بنصدر لها التوم يا دكتور؟ حضرتك العديد من الدول العربية يعني السعودية الإمارات العديد من الدول يعني حضرتك. ده اللي بيخلي اسعار التوم فجأة كده بدل ما كان 5 جنيه بقى 15 جنيه بالظبط حضرتك. لا هو حضرتك الموضوع دوت بيشترك فيه يعني مش عامل واحد. طبعا في مشاكل في التوسع في انتاج التوم. تمام. مشاكل مرضيه امراض فطريات. ايضا ممكن تكون معوقات يعني زي مثلا ارتفاع ثمن الاسمده. ارتفاع برضو اسمان المبيدات او المبيدات ما بتكونش مظبوطه ولا تعطي النتيجه المرجوه. تمام. فالمحصول بيقل. طيب الاصناف بقى الموجوده هنا والمنتشر زراعتها في مصر ايه بقى اصناف التوم هنا؟ حضرتك يعني للاسف اصناف التوم محدوده جدا في مصر. كم صنف احنا بنزرعه؟ عندنا طبعا الصنف البلدي او المصري. في عندنا سلاله 46 وهذه السلاله منتخبه من الصنف الصيني. وفي سلالتين تم تسجيلهم مؤخرا ايجاسيد 1 وايجاسيد 2 فقط. طيب افضل انواع دي والمهمه غذائيا واقتصاديا لينا احنا. حضرتك طبعا التوم المصري لا يضاهيه توم على مستوى العالم. حتى التوم الصيني اللي احنا بنشوفه في المحلات الكبيره دي الكبير والمنفوذ ده. بص حضرتك لا التوم الصيني طب احنا استوردنا من فتره طويله توم صيني احمر اللي هو الاحمر اللون وتاقلم في الظروف المصريه. وتفوق في انتاجيته على البلدي. ومطلوب في الاسواق العربيه والاوروبيه. في صوره كامله النضج. اما التوم البلدي فبيصدر في منتصف فبراير دي برضو للعديد من الدول الاوروبيه والعربيه. في صوره توم غير مكتمل النضج او اخضر. يعني التوم المصري افضل من التوم الصيني؟ لا بص حضرتك كل ما زرع بالسواعد المصرية وشرب من ماء النيل فبياخد طعم سبحان الله والبيئة والجو بيعطي للمحاصيل المصرية طعم ونكهة مميزة جدا. يعني الحمد لله تفوقنا على الصين في حاجة دلوقتي. الحمد لله رب العالمين. حتى لو جبنا التوم الصيني وزرعناه هنا بيبقى طعمه مختلف خالص عن التوم اللي احنا جايبينه من الصين. تمام.
ده برضه ملوش علاقه بعلاقتنا مع الصين اللي احنا ان شاء الله هيجيب لنا علاقات مع الصين. لا حضرتك يعني فعلا احنا محتاجين ان احنا نتوسع في زراعه التوم. تمام. لازم يبقى في زي مشروع نستقدم سلالات جيده من كافه انحاء العالم او مش من الصين فقط. طبعا الدول التي يعني متشابهه الى حد كبير في الظروف الجويه بتاعتنا. لان التوم يعني لازم يكون الظروف الجويه مشابهه تماما من حيث الحراره وعدد يعني الساعات الضوئيه. ده اللي خلينا نسال حضرتك بقى الظروف البيئيه والارضيه المناسبه لزراعه التوم بشكل عام، كلمنا عنها فندم. حتى حضرتك بالنسبه للظروف الجويه طبعا عند زراعه التوم محتاج لدرجه حراره مرتفعه نوعا حتى يتم انبات الفصوص جيدا. اثناء فتره النمو الخضري ممكن جو بارد، بعد ذلك عند النضج بيحتاج الى نهار طويل ودرجه حراره مرتفعه. تمام. حتى يتم انتقال المواد الغذائيه من الاوراق الى الفصوص. لذلك فمن المهم جدا ان انا اهتم بزراعه التوم في الوقت المناسب. تمام. وسمد وتسميد كويس. جميل. و يعني ما تأخرش في الزراعة بالذات، لأن التأخير يعني نقص الكبير في المحصول. لأن النبات محتاج نمو خضري، يعني محتاج فترة لينمو خضريا بصورة جيدة. تمام. مما يؤدي إلى انعكاسه على المحصول الرؤوس. بالنسبه بقى للاراضي الجديده، هل تنجع بقى زراعه التوم في الاراضي الجديده ولا فقط يعتمد على الاراضي الطينيه اللي هي لا حضرتك يعني التوم من حسن الحظ ان التوم ممكن يتزرع في يعني عده انواع من الاراضي. جميل. الطينيه. حلو. الرمليه. المهم ما تكونش متاثره، ما يكونش فيها ملوحه اكتر من 1800 بي بي ام. تمام. حضرتك ايضا لازم تكون التربه خاليه من مرض العفن الابيض. تمام. ايضا خاليه من بذور الحشائش او من الحشائش التي تنمو بكثافه، لان التوم محصول ضعيف لا يستطيع حسم المنافسه لصالحه عند زراعته يعني في ارض موبوءه بالحشائش. بس يعني عاد اقتصادي كويس على الفلاح اللي بيزرع. حضرتك يعني طبعا هو لو اهتم بيه يعني بيدي محصول كويس وبيدي عائد ايضا يعني محترم. يعني متوسط الانتاجيه من الفدان من محصول التوم قد ايه يا فندم؟ والله حضرتك بالنسبه للصنف اللي هو 46 بيدي حوالي من 8 ل 10 طن. جميل. البلدي بيدي لغايه 12 طن. طيب ايه اللي تنصح بيه اخوانا الفلاحين المزارعين ياخدوا بالهم عشان يعتنوا بزراعه محصول التوم ده؟ ايه اهم المشاكل اللي بتواجههم؟ وقول لهم خدوا بالكم من النقطه دي، يا ريت ما نكررهاش، يا ريت ناخد بالنا من الحته دي وما نعملش يعني الغلط بتاعها ونستفاد بقى من السلبيات بتاعه الناس الثانيه. اتفضل. بص حضرتك زي ما قلت اول حاجه الزراعه في الميعاد المناسب. والزراعه في الميعاد المناسب بتختلف من الدلتا، الوادي والدلتا. تمام. خبر حضرتك للمناطق الصحراويه لصعيد مصر. فمثلا بينصح بزراعه التوم في الوجه البحري والقاهره في منتصف شهر سبتمبر. شهر سبتمبر. ويمكن تاخير الزراعه بما لا يتجاوز 15 اكتوبر. اكتوبر. اما في الوجه البحري فبتبدا الزراعه متاخرا حوالي اسبوعين. يعني زراعة في نهاية شهر سبتمبر وتمتد الزراعة إلى نهاية شهر أكتوبر. تمام. لأن هناك الجو بيبقى حر، فطبعا محتاجين وقت يعني عشان الجو درجة حرارة تنخفض ويكون ملائمة يعني. تمام. دي أول حاجة بعد الزراعة. تاني حاجة مقاومة الحشائش. دي أهم حاجة في المحصول. مقاومة الحشائش. ده عدو لدود للتوم. بالظبط. حضرتك ارض فيها حشايش يبقى كده هتحتاج عماله كتير،
مش هتديني انتاجيه كتيره، كقيمه اقتصاديه هتدي يعني مش هيبقى في فرق كبير بين التكاليف وبين الربح يعني او الدخل. تمام. ايضا حضرتك التسميد برضو لازم يعني التسميد في مواعيده، ما نزودش في مواعيده وما نقللهاش. بالظبط حضرتك. تمام. التسميد الكويس على 3 دفعات. ايضا الاكتشاف او نقدر نقول ان احنا نقدر نرش رش وقائي بحاجه كده رخيصه، ده هو الكبريت الميكروني. كبريت الميكرو ممكن نرش. يعني لازمته ليه يا فندم ده؟ حضرتك وقائي. وقائي من اي فطريات ممكن تيجي على المحصول. ممكن تيجي على المحصول. تمام. يعني طبعا دائما بترش كل قد ايه مثلا او بعد قد ايه؟ حضرتك بترش كده يعني مره كل شهر. مره كل شهر. مره كل بعد شهر. بعد ما المحصول يعني يكبر طبعا بعد ما ينبت يعني يحصل الانبات والنمو يعني في حدود مثلا ابتداء من شهرين يعني الزراعه. يعني رش وقائي ما يضرش بالمحصول. لا حضرتك لا ده رش وقائي حتى كمان ان عنصر الكبريت اللي فيه ده مهم او مفيد للنمو النبات. تمام. حضرتك لو رشيت طبعا الوقايه خير من العلاج. فرشينا كبريت خلاص ممكن ما نحتاجش نرش بمبيدات، ولكن بقى طبعا في الساده بعض الساده الزراع كده يبقى متكاسل ويقول لك ده البتاع بسم الله ما شاء الله نامي نمو كويس وكده، فمش محتاج هوب. المرض الفطري لو جاله اللي هو مثلا زي مرض اللطعه الارجوانيه او البياض الزغبي يعني علاجه بيبقى يعني غلس يعني مكلف. مكلف. لا ويعني ومش بيشفى. بالظبط حضرتك مش بيشفى بسرعه يعني. تمام. ايه تاني؟ طبعا الميعاد الحصاد في الميعاد المناسب. تمام. لازم علامات النضج تكون ظهرت اللي هو اصفرار النباتات. رقاد بعض النباتات او 80% من النباتات خاصه في الصنف البلدي، لان البلدي الرقبه بتاعته سفت يعني طريه. اوكي. ومجرد ما يدخل في النضج بيحصل يعني بيميل كده لناحيه الارض. تمام. انما الصيني او ال 46 اللي هو ده يعني بيفضل قائم. فاصفرار اصفرار فسيولوجي طبعا 80% من النباتات بنبتدي نحصد. وقبل بقى ما نحصد المحصول لازم ان احنا نعمل عمليه فطام، بمعنى اللي هو منع الري قبل الحصاد بمده مناسبه. قد ايه تقريبا؟ حضرتك بتختلف من نوع ارض لاخرى. فمثلا في الاراضي الطينيه مثلا 21 يوم من شهر 21 يوم. تمام. وانا ارى في يعني في احد التجارب اللي انا عملتها يعني لاحظت ان يعني ان كل ما زود الفتره ديت كل ما المحصول يكون القدره التخزينيه بتاعته عاليه جدا. يعني يعني انا في مره نسيت كل ما افطر محصول الثوم بدري كل ما بالظبط حضرتك فتره تخزينيه اقعد اكبر. بالظبط حضرتك. يعني انا حصل مره يعني ما كانش في عماله متوفره ان انا احصد المحصول في الميعاد المظبوط، وقعدت اسبوعين زياده. الثوم ده قعد سنه 12 شهر في الثوم. احنا بنستورد ثوم صندري ابيض اللي هو الابيض اللي في الشبك دوت. ليه؟ عشان ما بيكملش المده. بالظبط حضرتك. يقعد 8 شهور كويس جدا وبحاله بيبقى فيها 4 شهور بعد سنه. بعد كده حضرتك يعني من الشهر التاسع اول ما يجي ميعاد الزراعه الانبات والتجزير والكلام ده كله والتفريق. عشان كده بيغلى ثمنه بقى في الوقت. بالظبط حضرتك. تمام. طيب حضرتك قلت لي يا دكتور ان الحمد لله محصول الثوم بيحظى بزراعته في كل انواع الاراضي، طب ولكن بشكل عام ايه المشاكل اللي بتواجه التوسع في زراعه الثوم في مصر؟ والله حضرتك المشاكل قلت لك اول حاجه يعني اول حاجه يعني محدوديه الاصناف، الاصناف قليله الموجوده. في اصناف تانية احنا مش بنستوردها. تاني حاجه الاسمده مرتفعه جدا ومكلفه. يعني التسميد وبالذات النيتروجيني وبالاكثر هو السماد البوتاسي. ده غالي جدا. خبر حضرتك. برضو حصل انتشار لمرض العفن الابيض في بعض في الكثير من المناطق. في محافظه المنيا. دي حدت من زراعته، لان طبعا العفن الابيض يعني مشكله لو اتصاب الارض اتلوثت بيه
ممكن تقعد اكتر من 10 او 12 سنه ما تزرعش فيها لا توم ولا بصل ولا اي محصول من العيله بتاع العائله البصليه. إيه العلاج بتاعها يعني. طب بيكون ايه طب يا دكتور؟ حضرتك الامتناع عن الزراعه لمده 12 سنه؟ اه يا ويمكن اكتر كمان. طب سببه ايه بقى العفو الابيض ده؟ هو حضرتك تلوث يعني بيجي نتيجه تكرار زراعه المحصول في نفس عدم اتباع دوره زراعيه كويسه وتكرار زراعه الثوم يعني كل سنه في نفس المكان. فده العائل بقى يعني الحد الاقصى لزراعه الثوم في الارض مثلا قد ايه يا فندم؟ حضرتك يعني هو سنه وسنتين يعني دوره ثلاثيه حضرتك. يعني قعدت سنه زراعه الثوم السنه اللي جايه بالظبط. هو حضرتك لو في مرض والعائل بتاعه موجود هيفضل موجود بل بالعكس يعني يستفحل ضرره كمان يعني يعني هو وعائلته كمان الدرجه دي. فطبعا حضرتك استكمالا برضه للنهوض برضه لو لقى المزارع لقى السعر منخفض احنا نعمل ايه؟ يعمل علاج تجفيفي كويس بعد ما يحصد المحصول ويعمل له علاج تجفيفي كويس اللي هو بيجمع كل مجموعه نباتات ويربطهم تمام ويوقفهم كده في مكان جيد التهويه. بعد كده كل يومين او ثلاثه بيحرك ال 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 الحزم دي او التوم دوت من مكانه عشان بيكون فيه رطوبه يجدد الهواء وكده عشان يجف تماما. بعد كده ما يجف تماما يحطه بقى في شكاير اللي هي من الشبك ديت ويتحط في خشب قواعد خشبيه كده ويتحط عليهم في مخازن مهواه بعيدا عن درجات الحراره العاليه. لان طبعا درجه الحراره العاليه بتعمل لي مشكله كبيره جدا جدا. بتعمل زياده تنفس. فطبعا المواد الكربوهيدراتيه اللي فيه بيحصل لها انحلال لسكريات عشان تستخدم في التنفس فبالتالي يحصل انكماش وتفريغ تماما يعني بالتدريج يعني. طب دكتور سمير ايه التوصيات اخيرا اللي حابب تقولها لاخواننا الفلاحين والمزارعين اللي تنصحهم بيها خاصه مزارعي التوم ياخدوا بالهم منها حتى يحصلوا على يعني محصول جيد من التوم وانتاجيه وفيره كمان؟ والله احنا قلنا لحضرتك اول حاجه الزراعه في الميعاد المناسب. جميل. اللي هو منتصف سبتمبر بنأكد في الوجه البحري. الميعاد المناسب ايوه في الوجه البحري في منتصف سبتمبر مش قبل كده. ولو قبل كده لازم يكون في نبات اخر حمايه ممكن لو هو زارع بعض عيدان الذره يعني كحمايه. تمام. ولكن قبل كده ما ينفعش. عدم التاخير في الزراعه عن نص اكتوبر في الوجه البحري ونهايه اكتوبر في الوجه الابلي لاني كل تاخير كل يوم تاخير بيقابله نسبه كبيره او انخفاض نسبه كبيره في المحصول. ده بالنسبه لميعاد الزراعه. برضو في عشان اسرع في الانبات المفروض ان انا انقعه في الميه انقع التقاوي في الميه وفصصها في الميعاد يعني ما فصصهاش قبل الزراعه بفتره طويله جدا لان نسبه الانبات قبل الزراعه بفتره قريبه في خلال الاسبوع يعني نقدر نقول خلال الاسبوع اللي احنا هنزرع فيه يتم التفصيص بعد كده بننقع في ميه. جميل. التوم طبعا بتختلف من البلدي او 46 بتختلف مده النقع. البلدي يعني ما بيستحملش نقع اكتر من 8 ساعات. تمام. انما الصيني او اللي هو 46 ممكن يتنقع لحد 12 ساعه. المفروض اغير الميه. تمام. جميل. غير ميه النقع يعني. وايضا قبل زراعه مباشره بقى وبعد انتشاله من الـ من الـ من الـ من الميه اللي انا كنت ناقعه فيها بعمل ايه؟ بنقعه في كبريت مايكروني 5% لمده 30 دقيقه قبل الزراعه. كده ابقى انا ضمنت اني التوم بتاعي لا فيه عفن قاعدي ولا فيه ملوث باي حاجه. ايضا الزراعه على مسافه يعني 10 سنتي 10 سنتي لا تزيد ولا تقل لان لو زادت هيبقى عدد النباتات في الفدان قليله وبالتالي مش هيديني محصول. يعني مش هيبقى محصول كتير مش محصول كبير وانتاجي يعني. ولو زحمت هيديني رؤوس صغيره جدا. وبرضه هعاني من مشكله نظافه الارض من الحشايش لان الحشايش
يعني هيكون النباتات يعني متزنقه، فمش هنقدر ايه ناخد حريتنا في الايه في نقاوه الري بقى يا دكتور. حضرتك بصفه عامه الري طبعا في بدايه بعد الزراعه، طبعا بعد الزراعه بعد زراعه الفصوص تمام مباشره برويه. طبعا في بعض المزارعين بيسالني يا دكتور هل انا اقدر ازرع، يعني مش لازم ازرع فص التوم كده في ارض مبلوله وامشي في الميه كده وفي الطينه شغلانه متعبه. فانا جربت ان انا ممكن ازرع التوم الفصوص المبتله في ارض جافه عن طريق المنقره او الفاس الصغننه دي، بس بحيث ان انا يعني اخلي الغطا بتاعها خفيف كل ما امكن. تمام. لان يعني مثلا واحد برضو ما عندوش خبره هيروح حافر كده كميه كبيره وحاطط رمي الفص كده ويغطي ياخد وقت في النبات. انا عاوز النبات بسرعه ويطلع على وش الارض بسرعه. تمام. عشان يكبر، عشان المجموع الخضري يبقى كبير. ولو انا ضمنت ان عندي مجموع خضري كبير وقوي وصحي اكيد هتنعكس على المحصول النهائي. يا ريت يا رب كل مشاهدينا من اخواننا الفلاحين المزارعين اللي شافونا في هذه الفقره يكونوا اخذوا بالهم من كل الملاحظات اللي حضرتك قلتها. اعتقد يعني كلنا استفدنا من هذه الملحوظات. نتمنى يا رب ننهض بزراعه التوم وكل المشاكل اللي بتواجه زراعه التوم في مصر نتغلب عليها. بشكرك جدا في هذا اللقاء الدكتور سمير شديد رئيس بحوث محاصيل الخضر. شكرا لك يا دكتور شرفتنا. لسه مكملين مع حضراتكم برنامج لون الاخضر مستمر في فقراته بعد الفاصل، فانتظرونا.